مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هنا ان شاء الله نقدمكم واحد الموضوع خاص بغاز الامونيا. غاز الامونيا شحال واحد يعني مبتدئ مربي مبتدئ في تربية الارانب كيصحاب باللي هاد الاسماء بحال هكا صعيبة، يعني واش اسماء طبية ولا مهنية ولا احترافية؟ لا، ضروري ان هاد يعني مثل هذه الاسماء ضروري اننا نحفظوها. هي اسماء سهله ماشي شي حاجه. غاز الامونيا، غاز الامونيا اسمه هو، وهو يعني ببساطه كاع ملي كندوزو من مكان ديال الارانب كنشمو واحد الريحه يعني شبه كريهه، هي ماشي كريهه ولكن الريحه ديال الارانب. انا تمنيت كون يعني كان الفيديو كيوصل حتى الرائحه، يعني غادي نوصل لكم هذه الرائحه اللي عندي انايا. انا كان عندي شي اصدقاء عندهم يعني التربيه ديال الارانب، ملي كندخل يعني كندوز من حدا المكان ديال التربيه ديال الارانب كنشم واحد الرائحه. هذيك الرائحه الحده ديالها على حسب النوع، يعني الدرجه ديال 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 الرائحه، يعني على حسب الحده ديال الرائحه. اذا كانت قويه بزاف عدوا بلي هذاك الارانب راهم عندهم غاز الانيميا، عفوا الامونيا، غاز الامونيا. اذا شحال من واحد كيمشي كيسمح في الارانب ديالو، يعني كيبقى ينقي عليهم من سيمانه لسيمانه مثلا. كاين الناس اللي دايرين يعني واحد هو اللي كيراقب لهم هذوك التربيه ديال الارانب، وداك الشخص يعني ما كي كيقول صافي انا من سيمانه لسيمانه ولا من واحد الوقت عاد نقدر انني يعني نقي لهم. بالنسبه لهذا خطا كبير. بالنسبه لهذا الموضوع هذا، وهو اغلبيه كيكون في التربيه الارضيه. ان الناس اللي مربيين تربيه الارضيه انا ديما كننصح بليكاج. ليكاج يعني كما كتشوفوا معايا هاد الميكا، هي انتما ميكا سميكا. هاد الكاج كله دورت عليها بهاد الميكا، هادي طاحت عليا ب 20 درهم. 20 درهم راه ما كتمشيش في النجم. انا كتربط ربطه عاديه، يعني المتاع. ممكن انكم ديروا السلك، ممكن انكم ديروا يعني كتانه ولا كورده، ولا كتربطوا على اربع جهات. انتما الجهه الثانيه مهم مربوط على اربع الجهات، كدير الثقب في الوسط. انتما واش كيبان لكم؟ راه هما هذاك الثقب في الوسط، يعني فيه واحد 15 سنتيم على 15 سنتيم. المهم هذا الشيء كيوصل لمن كيوصل لواحد الاناء. هذا الاناء ها هو ممكن انكم تخلصوا منه ولا ديروا في خنيشات وتحيدوا داك الشيء. هذا الشيء بالنسبه يعني ليكاج. ولكن كاين نوع ديال المربي اللي غادي يديروا ليكاج ولكن في نفس الوقت دايرينه فواحد الكراج مثلا. هذاك الكراج يعني عنده غير باب واحد، يعني كيدخل كيقول بلي صافي انا راني مزيان داير التربيه ديال الارانب مزيان. اولا الشمس ما كتدخلهمش، ثانيا ما دايرش شي مكان ديال التهويه. كونوا متاكدين ان ديك الارانب اللي كيكونوا بحال في هذه الحاله كيكونوا ماشي نورمال، ماشي طبيعيين. اولا كتلقى الامهات ملي كيتلقحوا يا اما كيرميو قبل الوقت المحدد ديالهم، يا اما كيتعطلوا في الولاده وكيبقاو الاجنه في الكرش ديالهم. كلشي من هذا الغاز ديال الامونيا. علاش الغاز ديال الامونيا كيدير هذا الشيء؟ لان الارنب فيما تشوفوا يعني كيتنفس تنفس عادي نورمال، يعني تا مثلا الشمس الى تعرضت الجسم ديال الارنب تعرض للاشعه المباشره ديال الشمس كتحسوا به كاين هذا يعني فوق العاده. انتم لاحظوا معايا ان هذا القطيع ما كاينهاش شانزو، يعني ساكت ومهدن. في نفس الوقت ممكن ان الاشعه ديال الشمس اذا تعرضوا لها يبقاو ينهتوا، وفي نفس الوقت غاز الامونيا حتى هو كيخليهم كينهتوا بزاف. علاش؟ لان الجهاز التنفسي ديالهم كيكون يعني مسدود. اذا كان الجهاز التنفسي مسدود كونوا متاكدين ان الارنب ديالكم ما كيعيش بواحد الطريقه مزيانه. خاص ضروري التهويه، يعني المكان ماشي من لابد. ديما كنعاتب الناس اللي كيديروا التربيه الارضيه. التربيه الارضيه
هذاك المربي غادي يكون في الاول كينقي، غادي يكون عنده ديك الحماس ديما، كيكون واحد بيعاد داير مشروع جديد كيبقى ينقي، من بعد كيبدا يقول ايوا صافي خلي حتى السيمانه الجايه عاد نقي عليهم، 3 ايام 4 ايام 5 ايام، حتى كتولي في سيمانه كيولي كيتكون واحد 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 يعني فترات كتكون وكتلصق في السيمة، يعني واخا كدير كتغسلها ما يمكنش انها غادي تحيد الريحه، حنا كنهضروا على الريحه، خاص المكان يكون مهوي الا باغي الارنب ديالك يكون مرتاح. هاد الغاز هذا راه غاز خطير، ممكن انه يضيع المشروع كله، يعني المكان خصو يكون مهوي. لاحظوا معايا انني هنايا، شوفوا الشميشه اللي ضاربه، هاد الشميشه هادي راها كتوصلهم كل الصباح، يعني كننزل عليهم هاد الغطاء هذا هو، ولكن هاد الريحه هادي انا قلت لكم كونوا متاكدين ان راه ما عنديش انا تبارك الله الريحه ما عنديش ديال الارانب، ما كاينش يعني شي واحد يدوز من تحت الدار ومثلا يشم ريحه ديال الارانب، ان انا ماشي راني داير شي ارض قطعه ارضيه وداير فيها الارانب، راني داير غير في السطح ديالي، يعني عندي الدويره ديالي وداير فيها في السطح داير فيها ارانب، ولكن راني عاطيهم في الحقيقه وقتي كله، يعني ما كنتحركش لشي جهه الا الا مشيت للخدمه ديالي. هاد الايامات راه كاينه الازمه ديال كورونا، فيروس كورونا عافاكم الله وعافى جميع المسلمين، ويا ربي يبعد علينا هاد الوباء، والناس يمشيوا للخدمه ديالهم بطريقه طبيعيه. اذا كما قلت لكم اعطي كل وقتي لهاد الارانب، يعني كنقي تنظيف اليومي بشكل يومي، يعني المراقبه بشكل يوميه، كونوا متاكدين ان الارانب كيكونوا مرتاحين، كيوليو يعني خدامين معاك، يعني كيولدوا كيتلقحوا مزيان، كيولدوا مزيان، كيراقبوا الصغار ديالهم، المهم كيخدموا معاك بالعربيه، كيخدموا معاك. اذا حاولوا ان كاع اللي داير الاخطاء من هذا النوع، مثلا كان شي بيس وما مهويش، حاولوا انكم تهويوه، يعني تخليو مدخل ومخرج، يعني يكون واحد التيار هوائي اللي كيدور كيحيد هذيك الروائح اللي كاينه في المكان. بالنسبه للناس اللي دايرين في السطح صافي، راه كيكون الهواء يعني متجدد، ما يخافوش من حتى شي حاجه. اذا غاز الامونيا، حضروا من غاز الامونيا، وكيفاش تعرفوا باللي الحده ديالو بزاف؟ راه غير من الريحه ديال الحده كما كنقول لكم ديالو، راه غادي تشموا نتوما غادي تحسوا بها راسكم، ملي تشوفوا الريحه ولات مجهده عرفوا باللي راه ديك الارانب حتى هما راهم مخنوقين من ذلك الغاز، وممكن انه يضرهم، وانتم ما تعرفوش علاش هذوك الارانب، يعني شخص صادقين له وشخص ما صادقين لهش، راه ممكن ان المكان اللي انتم دايرين فيه الارانب راه ما مهويش، العربيه ما مهويش. اشعه الشمس، شحال من واحد في لي كومونتير كيقول لك واش اشعه الشمس ضروريه، انا ما عنديش اشعه الشمس، ممكن ان الشمس ما تكونش داخله عندكم، الشمس راها معقم 100%، ولكن القضيه ديال التهويه ضروريه، ماشي التيارات الهوائيه المجهده، يعني باش ما يتصابولكش بالزكام، ولكن يكون المكان مهوي، يعني كيدخل البرد وكيخرج من الجهه الاخرى. صافي هذا هو، انا ما نقدرش نقول لكم، يعني ان كل واحد غادي يكون عنده يعني مقاييس مختلفة، كاين اللي عنده بيت كبير، كاين اللي عنده بيت صغير، المهم أن يكون عندكم مكان ديال دخول الهواء ومكان ديال الخروج ديالو، يعني المكان ديال الهواء كيتجدد، المكان اللي عندكم يكون فيه الهواء متجدد بشكل يومي. صافي، وإن شاء الله المشروع ديال التربية ديال الأرانب غادي يكون ناجح 100%. علاش؟ لأن هاد الغاز هذا راه كاين بزاف الناس اللي ما فاهمينش علاش، شنو هو الغلط اللي عندهم، والغلط هو ببساطه التهويه ما دايريناش. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، ما تنساوناش بزر جيم باش نبقى نصيفط لكم فيديوهات بحال هاد الشكل هذا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم، تكيو على زر الجرس، كيصل لكم جديد ديالي ان شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.